احنا كنا لسه في واحد من الحاجات الجميلة اللي بتعبر عن التقارب العربي، مش عايز اقول المصري العربي لان احنا كلنا بقى مع بعض كده في بوتقة واحدة. بس الحقيقة يعني بتكلم في السعودية زي ما بتكلم في الامارات، زي ما بتكلم في تونس، زي ما بتكلم في المغرب، زي ما بتكلم في الجزائر، زي ما بتكلم كمان في سلطنة عمان. واحدة من الدول بيسموها كده دولة رقيقة المشاعر، يعني ما تعرفش بالظبط بتيجي تتكلم عن عمان كده فانت عندك مفردات خاصة بعمان. سياسيا هتلاقي كتير، ثقافيا هتلاقي كتير، فنيا هتلاقي كتير، في شيء كده من الإبداع الممنهج جوه هذه الدولة أو السلطنة الجميلة، ودايما تحافظ كده على العراقة بتاعتها والأصالة بتاعتها. حتى بتيجي تشوف فيديوهات ليها على السوشيال ميديا تلاقي دايما مرتبطة بالخضرة، مرتبطة بالنماء، مرتبطة بالتطور، مرتبطة بثقافة الإنسان. حالة الجمود اللي موجودة دي مش موجودة في سلطنة عمان. والحقيقة احنا بنلف كده، فكان ضروري ان احنا بس نسلم على الدكتور عبد المنعم الحسني، صح كده يا فندم؟ الاسم كده صح؟ عبد المنعم الحسني، نعم. عبد المنعم الحسيني ده وزير الإعلام العماني السابق، وأنا الحقيقة من متابعتي الشديدة بالمجتمع العربي كان واحد من الناس اللي كانوا بيثروا وما زالوا إثراء كمنصب وإثراء كشخص وكثقافة في الثقافة العربية. أولا أنا مبسوط إن أنا شفت حضرتك. أنا سعيد جدا الحقيقة إنه نلتقي يعني في معرض القاهرة. أنا اشتقت دائما لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. نحن أمام واحد من أهم المعارض، ليس فقط على مستوى الوطن العربي. معرض القاهرة بهذا التاريخ، بهذا الحضور، بهذه البرامج الثقافية، يعد واحد من أهم المعارض الدولية اللي نفخر دائما بالمشاركة فيه. بتيجي كتير طبعا، وجيت كتير قبل كده حضرتك. طبعا بالنسبة لي مصر دي بلدي، ومثل ما ذكرت يمكن تطوافنا في كثير من معارض الكتب الدولية، بس دائما دائما يبقى معرض القاهرة الدولي للكتاب له طعم خاص. أولا لقي الناس، الناس في مركز الحضارة العربية. نحن بالنسبة لنا نعتبر مصر دائما مركز الحضارة العربية، وهذا التجمع الجميل من كل أطياف الوطن العربي والعالم عندما تلتقي في معرض مصر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، دائما هي تأتي حبا وتقديرا لعظمة مصر وتاريخها على المستوى الإنساني والحضاري. أنا بشكر حضرتك على اللقاء البسيط ده، وإن شاء الله بإذن الله يعني لنا لقاء أكبر وأوسع وأرحب بإذن الله، وأنتوا على الرأس من فوق. يعني سلطنة عمان ليها حقيقة إرث ثقافي وحضاري وفي نفس الوقت إنساني. إحنا بنحبوك جدا، نعتز دائما بهذه الشراكة وهذا الحضور العماني المصري. بشكرك يا فندم. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.